ذكر مسمى كنز السنة النبوية، ذكر لو وضع في الميزان يوم القيامة، وضع ذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة لم يبلغ مقدار هذا الذكر في الميزان يوم القيامة. يعني أنك لو ذكرت الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة لم تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة، لن تبلغ ثواب هذا الذكر اللي قلته مرة واحدة بس، بذكر جامع عظيم جدا. الحديث صحيح، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا أبا أمامة أبي على أبي على أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه، فقال له، فكان قال يعني دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد وكنت أحرك شفتي، فقال لي ما تعمل يا أبا أمامة؟ قال يا رسول، قلت يا رسول الله يعني أذكر الله. قال أفلا أعلمك ذكرا أفضل لك، أفضل لك عند الله من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل. هل يكون الجملة دي أفلا أعلمك ذكرا أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ يعني أنت لو وصلت الليل بالنهار والنهار مع الليل بتذكر ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعة لم تفطر لن تبلغ هذا الذكر. قال له بلى يا رسول الله. قال تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الله أكبر عدد ما خلق، الله أكبر ملء ما خلق، الله أكبر عدد ما في السماوات وما في الأرض، الله أكبر ملء ما في السماوات وما في الأرض، الله أكبر عدد ما أحصى كتابه، الله أكبر ملء ما أحصى كتابه، الله أكبر عدد كل شيء، الله أكبر ملء كل شيء، لا إله إلا الله عدد ما خلق، لا إله إلا الله ملء ما خلق، لا إله إلا الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، لا إله إلا الله ملء ما في السماوات وما في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما أحصى كتابه، لا إله إلا الله ملء ما أحصى كتابه، لا إله إلا الله عدد كل شيء، لا إله إلا الله ملء كل شيء. الأربعة دول الباقيات الصالحات، والذكر سهل جدا، غروب الشتول بتاعه سهل جدا. أنت بتقول سبحان الله بس، لو حفظت بس الجزء بتاع سبحان الله هتشيل سبحان الله وتحط مكانها الحمد لله، وبعدين تحط مكانها الله أكبر، وبعدين تحط مكانها لا إله إلا الله. أنا هكتب لحضراتكم الذكر ده تحت الفيديو عشان تحفظوه وما تنسوش أبدا، كل واحد يكتبه في ورقة يحفظه وتقوله على الأقل مرة في اليوم. أنا شخصيا يعني أكثر منه، يعني أقول بعد كل صلاة، بقوله بعد كل صلاة للثواب العظيم. شوف بقى كام حسنة هتاخدها من هذا الذكر، كم نخلة هتغرسها في الجنة. من قال سبحان الله غرس الله له نخلة في الجنة. طب انت بتقول سبحان الله عدد ما خلق، دي في الميزان. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما حددش عدد حسنات، قال افضل من انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة، ما حددش هتاخد كم حسنة، لان وعدم التحديد يفيد عدم الاحصاء. يعني مش ما فيش عدادات تستطيع ان تحصي هذا الثواب. بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال هذا الذكر له مثلا مليار حسنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش، قال افضل من في الميزان من انت تذكر ربنا 24 ساعه متواصل. يبقى انت لو قلت سبحان الله عدد ما خلق هتغرس لك نخلات بعد بكام نخله، انت قلت عدد ما خلق هتاخد كم حسنه؟ الله اعلم. ده انت بقول عشان كده الميزان ده يعني مليارات الحسنات، عشرات مئات المليارات من الحسنات في الميزان يزن اكتر من ذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعه متواصل. يا ريت كل واحد منا يحفظ هذا الذكر ونكتبه تحت الفيديو، ريت تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان فضله عظيم جدا جدا. كنز السنه، كنز السنه النبويه. واللي بيفطر عن ذكر الله ومش قادر يذكر ربنا ده يعوضه بقى، يعني تسكت تقوله مرتين، ولا تقوله مره كل صلاه، ولا مرتين ثلاثه في اليوم، اربعه في اليوم، يبقى انت كده يعني عوضت. لو انت مش قادر تذكر الله، عندك شغل، عندك حاجه، يبقى انت في يعني انت في حل او عوضت تقصير في هذا الذكر، في ذكرك لله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله.